وطعام 10 جمال مساكين او كسوتهم او تاخير الرقبه والكفار على التاخير. فان لم ثم بعد ذلك تطهير مرتبه بذلك هو مخير بين خصال ثلاثه. فان لم يستطع احد الثلاثه يبقى ايه ينتقل الى صيام ثلاثه ايام. لكن هنا كفاره مرتبه من اولها فالتاخير واضح كفاره مرتبه من اولها. يبقى اول حاجه عتق رقبه مؤمنه طبعا ثم بعد ذلك ان لم يجدها صيام شهرين متتابعين. فان لم يجد او لم يستطع يعني فيطعم 60 مسكين او فقيرا لكل مسكين مؤمن اي مما يوجد في صدقه الفطر. فان عجز عن الجميع استقرت الكفاره في ذمته. طب عجز عن كله يبقى في ذمته لما يستطيع احد الخصال يعني استقرت الكفاره في ذمته. فاذا قدر بعد ذلك على خصله من خصال الكفاره فعل. يبقى ده متعلق بالكفاره العظمى. هيجي بعد كده اشياء متعلقه بالكفاره ولكنها ليست العظمى اللي هي كفاره الصغرى. نخلص الاول موجب الكفاره العظمى وهو الوصف. كنا وقفنا على قوله في الحاشيه في حاشيه الشيخ البيزوري قوله في نهار رمضان اي يقينا فخرج من نهار الليل. اما يقول وطئ في نهار رمضان يبقى خرج ليل رمضان. كلمه نهار دي خرجت الليل كويس. فخرج من نهار الليل فلا كفاره بالوصف فيه كما هو ظاهر ومعلوم انه يجوز في الليل بنص الآية لأن الصيام مر على مرحلتين بالنسبة للجماع والطعام والشراب بعدما ينام في الليل. الأول كان يحرم إذا نام وبعد ذلك استقر الأمر أنه يحل له الأكل والشرب والوقت حتى يتبين له الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وبرمضان لما يقول لك في نهار رمضان يبقى خرج بكلمة رمضان أي شهر ثاني. يبقى لو بيقضي رمضان في غير رمضان ووطئ عامدا لا يتكفر عظمى عليه عليه لأنه هنا الرمى متعلقة بنهار رمضان. واضح؟ فكلمة رمضان دي خرجت لك أي شهر ثاني بالرمضان. فهمت التفسير؟ فكل كلمة يبقى نهار خرجت الليل ورمضان خرجت باقي الشهور. فلا كفاره بالوصف فيه او قضاء ولو عن رمضان. فلا كفاره بالوصف فيه يعني في القضاء عن رمضان في غير رمضان طبعا لان لا يتصور ان تقضي رمضان في رمضان كده برضه. تقضي رمضان تارك في رمضان دلوقتي من ساعه حتى لو نويتها لا ينعقد الا رمضان الحالي. واضح؟ فلا كفارة بالوصف فيه لأنها من خصوصيات رمضان. والنبي يقول لك يقينا وباليقين ما لو كان بالاجتهاد. افرض هو قال أنا في شهر رمضان كده اجتهادا لأنه مثلا موجود في مكان مغلق محبوس في زنزانة أو في بلدة بعيدة عن أعمار المسلمين وهو قاعد يكتب الشهور كده ويجتهد بينه وبين نفسه وبيتهيألي كده احنا دخلنا في رمضان تقريبا طرحناه الصيام. يبقى ده دخل في رمضان اجتهادا مش يقينا. يبقى ده لو وطئ في هذا النهار لا كفر عظمى عليه لانه دخل فيه اجتهادا لا يقينا. على فكرة يقول لك في نهار رمضان يقينا يعني رمضان متيقن منه مجتهد فيه. حتى لو ثبت ان رمضان طالما هو ما كانش ثبت عنده. طلع في الاخر يبقى برضه عليه لا كفاره لان احنا يهمنا ان هو يكون متيقن من رمضان لان يمكن اجتهاده مخليه مش حذر الحذر الكافي اللي دي يقع في هذا المحظور. فده على فكره الشرع نظر الى عدم ايه يعني عقد الهمه لتيقن من دخول الشرع لان قد يجعله هذا في حاله زي ما تقول متساهل شويه. هل يجب النية ليلا في صيام قضاء رمضان؟
طبعا اي رمضان اي صيام فريضه يجب فيه تبييت النيه، فلو لم يبيت يصير تطوع، لان في التطوع لك ان تنوي الصيام من بعد طلوع الفجر الى ما قبل الظهر ما لم تكن فعلت يعني محظور من محظورات الصيام في الفتره دي، ويبقى تنشئ كده صيام بتتطوع. لكن الفريضه يشترط فيها النية والتبييت والإمساك عن المفطر، كده برضه دي أركان الصيام كده. يبقى لو لم يبيت النية يبقى خلاص. عندنا احنا في موضوع تبييت النية، يكفي النية يعني في مذهب الأحناف، وقول ضعيف عند الشافعية أنها تكفي من أول الشهر 101، والراجح عند الشافعية أن كل ليلة تحتاج كل يوم نحتاج لتبييت نية من الليل، لأن كل يوم عبادة مستقلة، وده الرابط. لأن هم الأحناف قصوها على على الصلاة، قال لك الصلاة رباعية ما تحتاجش نية مع كل ركعة. كده برضه؟ أنت بتنوي صلاة الظهر 4 ركعات في الأول، هل لكل ركعة تنوي كمان ظهر؟ ولا هي انسحبت النية على كل ركعة؟ تنسحب على كل ركعة. قال لك برضه شهر رمضان ده فرض صيام على كل المسلمين. فإذا نويت صيام الشهر انسحب على كل الأهالي بالنية الأولانية، ده رأي الأحناف قياسا على الصلاة المتعددة الركعات. الشافعية ردوا عليهم قالوا لهم لا، ده قياس مع السابق، لأن الصلاة إذا بطلت ركعة بطلت كلها، وفي رمضان إذا بطل يوم لا يبطل ما سبق، وإذا ده قياس مع السابق لا يصح، وبالتالي ده كل يوم عبادة مستقلة، إذا كل يوم مستقل إلى النية، وده الرابع من حيث الفهم يعني. ما هو النية بقى احنا اتكلمنا فيها قبل كده، لها كيفيات كتيرة، منها الاستعداد، انك انت تعقد العزم، انك انت تضبط المنبه ويروع عليك من النووي، انك تجيب زبادي اذا كنت مصري، انك تجيب فول وتحطه على السفرة، لان المصريين لازم يجيب زبادي فول دي بحد ذاتها، كونه طلع من الجامع بعد العشاء وعدى على بتاع الفول يشتري فول على باب الجامع الزبادي ده نووي خلاص، لان عبده في غير رمضان ما بيعملش كده، ده بيعملها كده في رمضان حتى لو كان بتاع السنه. لا مش مصري يبقى ها؟ لا مش مصري يبقى لازم يبين. لازم يجي في المصريين بقى. يعني كل واحد عنده عادة لا يفعلها إلا إذا أراد الصوم ففعلها في الليل، في هذه الليلة باثنين. أي واحد ليه عادة ما يعملهاش إلا لو كان ناوي يصوم وعملها ونام يبقى خلاص نوى. سهلة؟ قوله حال كونه، حال كونه عامدا في الفرض، أشار الشارح بذلك إلى أن قوله عامدا حال من فاعل وطئ، يبقى وطئ عامد. كويس؟ حال كونه عامدا لحال، يسموها حال للفاعل. يعني ومن وطئ أي المكلف حال كونه عامدا، يبقى لازم يكون حاله متعمد ذاكر، عارف انه في رمضان وعارف انه صايم ورغم كده برضه بيعمل. ده بقى يجتهد بقى. فهمتني؟ لكن يفرض ان هو بيجيله كده ذهول، عنده شويه الهايمر، ذاكرته ضعيفه، بينسى كل شويه. خلاص يبقى في حاله يفتح صومه لكن عليه قضاء بس وكفاره صغر. مش هو طالما ده بينسى كل شويه. حال كونه حال من فاعل وطئ، ولا بد ايضا ان يكون عالما بالتحريم مختارا. عالم بالتحريم يعني يكون مش جاهل بالتحريم، مش جاهل جهل معذور فيه، واحنا قايلين الجهل العذر ايه؟ انه يكون نشا في جاليه بعيد عن الاسلام او حديث عن الاسلام. لو تقوليش واحد في القاهره تقول لي جاهل جاهل ايه؟ ده موجود في وسط المسلمين في غاب. انت لما تروح لواحد عمره ما راح مدرسه عارف ان هو صايم ما يعرفش ان هو عارف في حاجه لا تغيب عن احد. كويس؟ وبالتالي يبقى ده جهل ده يعذر طالما هو في مدينه مسلمه سكانها مسلمين نشا فيها. حتى يقول لك يا تحلل يقول لك انا ما قعدتش مع الاول ما اعرفش ما ينفعش، ده جهل لا يعذر. الجهل اللي يعذر حديث عهد الاسلام
او نشأ في بادية بعيدة عن الاسلام، هو ده الجهل المرض. كويس. فلا كفارة على من وطئ ناسيا للصوم او جاهلا بالتحريم معذورا، معذورا جاهل معذور، معذورا بجاهل يعني لقرب عهده بالاسلام، هذه العذر، او كونه نشأ بمكان بعيد عن العلماء بخلاف غير المعذور فعليه الكفارة لأنه كالعالم كما مر، بل يبقى جهله حقد عليه. يقولوا ليه يعني انت ما تعرفش ازاي؟ ده عيب عليك، عيب عليك انك ما تعرفش. كنت مرة بعمل عملية العيانة وسكنة باب الشعرية، اتولدت في باب الشعرية وسكنة باب الشعرية وعندها 50 سنة وعمل لها عملية بنت مولاي، فقول لها سكتة كده ربنا يسهلها، قالت لي مش حافظاها والله. يا دي قلت لك مسلمة؟ قلت لها اه. أبا أنا هنجري. طب سكتتها بقى كانت تحيا وأسلام كله. قلت لها ازاي مش حافظة سكتة؟ سكتة في باب الشعرية طول عمري ما اتولدت فيها وما اتجوزت فيها، ما شفتيش جوزك أبدا بيصلي ولا أبوكي وأنت طفلة، ما حفظتيش الفتح يا دي المصيبة. شفت؟ أهو ده جهل غير معذورة. دي لا تعذر، دي لا تعذر، دي مصيبة تؤذر. لا هي تعذر ولا ابوها يعذر لانه ما عندهاش، ولا جوزها يعذر ولا ابنائها. ولادها كبروا واتجوزوا وقابلتهم بره بقول لهم انتوا بتصلوا؟ بيقولوا لي اه. طب بتكلموا امكم كده؟ ودوها النار. بس كل ما بنقول لها تعالي نحفظك ما تقدرش، ما ينفعش اصل وفصل. دي دي فتحه، دي الفتحه يعني لا تصح الصلاه الا بالله. فشفت بقى من مصيبه في جهل لا يقدر. صح. ما رضيتش احط لها الغرز، قلت لها هحط لك الغرز بعد 10 ايام لما تجي لي في الجهل. بالظبط. يا اما مش هحط لك الغرز. ما جاتنيش لحد دلوقتي. بالظبط كده انا حسيت والله. يبقى في جهل لا يعذر الانسان، تاخد بالك منه. بخلاف غير المعذور فعليه الكفارة لأنه كالعالم كما مر، ولو علم بالتحريم وجهل وجوب الكفارة وجبت عليه. هو عارف انه حرام بس ما عرفش من الحرمة دي لما يعملها هينبني عليها الكفارة الكبيرة دي، واخد بالك؟ فعملها وجبت عليه لأن كفاية أن علمت بالتحريم، أنت تجرأت وفعلت حرام، ده كفاية. يبقى تجب عليه لتجرؤه على فعل الحرام مع علمي أنه حرام. كويس. يبقى العبرة انه يجهل التحريم مش يجهل الكفارة، يجهل التحريم بس. فهم؟ وجبت عليه اذ كان من حقه ان يمتنع، ووقع في كلام المحشي انه لا كفارة عليه، وهو خلاف الظاهر. المحشي هو البرماوي، البرماوي كان عامل حشية قبل الشيخ البيجوري، الشيخ البيجوري كل ما يجي يعمل حشية بتاعته يراجع الحشية المكتوبة قبله، واخد بالك؟ ويسميه المحشي، ما تقراش النحشي، المحشي، أنه لا كفارة عليه وهو خلاف الظاهر، ولا كفارة أيضا على من وطئ مكرها، وقالوا أن التطور هذا طبعا نادر، لكنه لو فرض وجد يبقى لا كفارة عليه. وإنما لم تجد في كل من الناس والجاهل بقيده المذكور، اللي هو الجاهل المعذور، أدي قيد المذكور اللي هو الجاهل المعذور، والمكره لأن صومه لم يفسد بذلك الوقت. ليه لا تجد للناس؟ لأن الناس يوطأ في رمضان أو يأكل ويشرب وهو نازي وصيامه مستمر صحيح، يبقى صيامه لسه ما فسدش، إزاي تقول له عليك كفارة؟ اللي هو صيامه لم يفسد، ياكل ويشرب وتمام ويحلي وهو نام، وبعدين بعد ما يخلص كل الاكل ده يقول ياه ده انا كنت ناس، خلاص اتم وما تعبش اليوم في عمل خطير. لانه نام. طب هو الانسان في الفرض والتطوع؟ في جانب عند الشافعيه دي. في بعض المذاهب غير الشافعيه فرقوا بين الفرض وبين ايه؟ النافله. طيب؟ لكن الشافعيه لم يفرقوا لان خدوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم على عموم، ان الله تجاوز بي لأمتي ما إيه الخطأ والنسيان وافتكروا عليه كده برضه، الخطأ والنسيان وافتكروا عليه. فالحديث هنا للعموم يشمل بقى الفرد والنفس كله. طب افرض
أكل ناسيا ثم وطئ، أكل ناسيا، فالأكل ده مقصد صوم، ثم وطئ عامدا، يبقى عليه كفارة ولا ما عليهوش؟ لا تسأل، تقول لك قال انت عارف ان الاكل نسيانا ده يفسد الصوم ولا لا؟ لو قال لك اه ده انا فاكر ان الاكل مع نسيان يفسد الصوم، عشان كده انا قلت اليوم باظ باظ فانا وطأت، يبقى لا كفارة صوم عليه بجد، لانه كان متصور ان الاكل نسيانا يفسد الصوم فلم يتجرع على الوطئ الا عندما فسد صومه في اعتقاد نفسه. واضح؟ خليك فقير، لان ممكن الناس تيجي تلعب بيه، بتحصل مواقف زي دي، فلازم تبقى فاهم الامر. يبقى في الحاله دي لما ياكل ناسيا او يشرب ناسيا ثم يوطئ، يطأ امرأته في نهار رمضان عامدا في الوقت وهو عارف ان في نهار رمضان وكل حاجه، تيجي تسأله هل انت تعلم ان الاكل ناسيا لا يفسد الصوم ام لا؟ يقول لا، كنت اظن ان الاكل ناسيا يفسد الصوم، فلما اعتقدت انه صوم فسد فوقعت وتجرأت. يبقى تقول له خلاص ما تعملش كده ثاني، وفسد صومك بالوقت لا بالاكل، وعليه يوم واحد وكفاره يوم بقى. كويس؟ مش عظمى. لأن صومه لم يقصد بذلك الوقت، لأنه عمل ناس. فهمتني بقى ازاي؟ قوله في الفرض مهمة دي، سواء كان قبلا أو دبرا. طب ما هو الوقت في الدبر حرام. أيوه حرام حاجة، وخد بالك ويجب فيه الكفارة العظمى دي برضه حاجة تانية، ده حكم وده حكم. يبقى الوقت إذا تم في الدبر حرام في رمضان وغير رمضان، لكن في رمضان مع كونه حرام يجب فيه الكفارة العظمى برضه. كويس؟ يبقى سواء كان قبلا او دبرا، من ذكر او انثى او بهيمه، حي او ميت، كل العالم اللي عندها تصرفات شاذه دي برضه ليها حل في فقه في فقه المسلمين. مش معناه ان هو شاذ في فتره من فترات حياته معناه خلاص اغلقت عليه كل الابواب، لا. الاسلام يعني باب مفتوح وباب التوبه مفتوح لكل الناس وليها حل. انما الرجل اللي قتل 99 نفس وراح للرجل العادل الجاهل قال له ليا توبه، قال له يا للمسلم قتل 99 قال له توبه. فلما سال ولقى ان كل الابواب مفتوحه قتله كمان اكمل ال 100 بقى كده برضه. لكن لو قال له الباب مفتوح يدي له امل، مش كده؟ الاسلام يدي امل للانسان في كل لحظه. فلو واحد يعني بيعمل لواط في نهار رمضان هي المصيبة، ده في كل الأحوال حرام، لكن يجب على الكفارة العظمى، وحرام برضه كل حاجة بس يجب على الكفارة العظمى كمان، واخد بالك؟ ويتوب إلى الله، ما يعملش كده تاني، وباب التوبة مفتوح، وهكذا. شوف باب الإسلام جميل جدا. دكتور، ومن أتى بهيمة، ومن أتى ميت، ومن أتى مش عارف إيه، كل دي تصرفات سلوكيات شاذة، قليل من المسلمين أو من البشر اللي يعملوها، لكن برضه لو محل في إيه؟ عند المسلمين وفي فقه المسلمين. مفيش حاجة اسمها حكم الإعدام عليهم. لا. ربنا رحمته واسعة. أيوه. موضوع الأدب 99 وبعد كده ميت. هو ربنا محتاج في الحكاية دي، هو ربنا يعني محتاج إن حد يقرب مدينة ولا الكلام ده؟ لا، هو ربنا بيعلم الملائكة. ربنا اللي بيعلم الملائكة. الملائكة دول عباد الله. بيعلمهم قد إيه رحمته بعباده اللي هو قال لهم قبل كده بجذوره. قالوا انا اجد فيها لما يفسد في الارض وغيره في الدماء ليمسكوا بقى انا وكرمهم ازاي؟ بس يعلمهم، مش الملائكه عبيد لربنا يعلمهم. ها؟ اول جمله على الفرض ان يكون في الفرض، ولا كنت ان يكون في الفرض يعني اللي لا يعمل في الفرض محرمه من الكفاره. اه يبقى، لكن لو عمل غير الفرض يعني كان تاخذها مثلا او شيء من هذا، يبقى في الحالة دي وأمنة فسد صوم وليس عليه الكفارة العظمى. طب اللي عمل بقى اللي هو اللوطة الصغرى يبقى عليه ولا عليه كفارة؟ ما هو أدخلها في فرض. ما هو لو أدخل في فرض. فالمراد بالوطء فيما تقدم ما يشمل اللواط وإتيان البهيمة، وخرج بالوطء في الفرض الوطء في غيره، كأن وطئها في صغرتها أو إذنها فلا كفارة فيه وإن أنزل. يعني عليه القضاء بس،
ويأتي لأنه تجرع وأكثر عن ذنب في نهاية رمضان، فالتعليق قضاء واضح. قوله وهو مكلف بالصوم، أي والحال أنه مكلف بالصوم أي ملزم به. وخرج به الصبي فلا كفارة عليه لعدم وجوب الصوم عليه. يبقى لما يقول هو مكلف بالصوم خرج به الصبي والمترخص المسافر في سفر كده بس سفر طويل في نهار رمضان، يبقى خرج بس كده بس لأنه مش مكلف بالصوم، ده الصوم عليه على التخيير. إن استطاع أن يصوم وامتاز يصوم خير وبركة، ما استطاع يفطر ويعود كده بقى، يبقى خرج فيه منه الصبي ويزيد كمان المسافر في سفر طويل يوجب الرخصة أو يعني يستحل فيه الرخصة. قوله ونوى من الليل، أي نوى الصوم في الليل، يعني أنه بيت النية، فلو لم ينوي ليلا وأصبح ممسكا سقط ثم وافئ فلا كفر عليه لعدم صومه حقيقة. واضح؟ يسهل. قول وهو آثم بهذا الوقت، أي والحال أنه آثم بالمد أي عاصم بهذا الوقت، وخرج بذلك المريض والمسافر إذا وافئ كل منهما زوجته وأمته بنية الترخص فلا كفارة، فلا كفارة عليه لأنه غير آثم بهذا الوقت، لأن المريض برضه في رمضان يجوز له نصف مريض، لازم يعني مرض يوديه تحت لقيت رجاله صداع، هو ما يصوم يجيب صداع شديد، فده الصداع مش قادر يرفع دماغه، فخلاص نوى انه يقطع صومه، فقطع صومه بوقت مش بوقت أسبرين، لا تفرق عليه لأنه له رخصة. واضح؟ بس يأثم لأنه انتهك حرمة النهار نفسه، لكن لا كفارة حرمة، واضح؟ ما عليه القضاء. وكذلك فلا كفارة لأنه غير آثم بهذا الوقت، وكذلك لو ظن وقت الجماع بقاء الليل، ولو جامع زوجته في الليل وظن منه من لسه الفجر ما طلعش فبان له من الفجر طلع، يبقى لا كفارة عليه، لكن فسد صوم هذا اليوم لأنه بان له أنه كان يجمعها بعد طلوع الفجر، يبقى اليوم فاسد لكن لا كفارة عليه لأنه غير آثم لظنه أن الفجر لم يدخل له. واضح؟ كل دي سوى أو شك فيه، وكذلك الشك، أو ظن دخوله باجتهاد فبان جماعه نهارا فلا تلزمه الكفارة لانتفاء الإثم. وقول لأجل الصوم خرج به المريض والمسافر إذا زنى كل منهما ولو مع عدم نية الترخص، لأن المريض والمسافر لو زنى حرام عليه كل حاجة، لأن قال لك غير آثم، يعني إيه؟ يعني وضع زوجته أو أمته لتحل لي، فما يقول غير آثم يعني أخرج للمسافر والمريض الزاني، لأن هنا آثم بزنا. فاهم؟ شوف كل كلمة عند الفقهاء مهمة جدا، تخرج صور وتدخل صور، كل كلمة تخرج صور وتدخل صور، وهكذا طول ما انت قاعد تقرا كتب الفقه كده تلاقي كده قاعد ينصب ليه الاستنباط، ينصب ليه، بحيث يبقى في الاخر عندك الملك. ودي ميزة قراءة مثل هذه الكتب، لما الازهرية بطلوا يقروا في الكتب دي ما طلعش بقى الازهري اللي عنده ملكة فقهية، فهم يقروا كتاب من الدكتوراه كلمتين وبتاع وايه المهم وايه مش مهم، وهو يخش يمتحن وياخد الشهاده ويجي على امام المسجد ويطلع جاهل في الاخر، ما عندوش هذا العلم لانه بطلوا يقروا في مثل هذه الكتب. أو وطئ زوجته وأمته بغير نية الترخص، بعض يأتي فلا كفارة عليه لأنه وإن أثم بهذا الوقت لكن لا لأجل الصوم بل لأجل الزنا وحده أو عدم نية أو مع عدم نية الترخص في الأولى. هو مسافر وكان ناوي يصوم وكل حاجة وما نواش الترخص وجمعها، يبقى يأثم لكن لا كفارة عليه. ليه؟ لأن هو عنده عذر يخليه الصيام مش فرض عليه على حد وهو السفر، لكن يأثم لأنه لما جمعها لم ينوي السفر،
واضح؟ لأجل الزنا وحده ده في الصورة الأولانية اللي هو المنتقل الزاني، أو مع نية الترخص اللي هو جامع زوجته في نهار رمضان وهو مسافرا وإيه ولم ينوي الترخص، دي الصورة الثانية. وعدم نية الترخص الأولى لعدم نية الترخص في الثانية. أيوه. نفس الحاجة تقع على المريض، يعني ممكن واحد مثلا يجامع زوجته وبعدين يقول أنا كنت مفضل في أول النهار فلذلك يكون عنده رخصة من شركة كفارة. لو لو كان هو بيجامع ناوي الترخص، لو هو بيجامع ناوي الترخص لأنه مريض خلاص سقط عنه فرضية الصيام عشان مرضه، فلما سقط عنه فرضية الصيام قام جمع خلاص، فهمتني؟ وإنما لم يقل اسمه لأجل الصوم لأن الفطر جائز له بنية الترخص، قول فعليه القضاء والكفارة أي فورا، يبقى فعليه فورا بمجرد ما ينتهي رمضان فعليه القضاء، أخذا من التعبير بالفاء أي التي للتعقيل، والضمير رجع لمن وافق، فالوافق عليه القضاء والكفارة والتعيير كمان، يعني ممكن كمان لو راح للإمام الإمام مثلا يهزأ ويقول له كلمتين، واخد بالك ازاي كده يعني يبسطه شوية بس متعيير يعني، واخد بالك يزغر له كده بلغ له مثلا يقول له غور من وشي انت بجح يا اخي اوي كده، اي حاجه ده اسمه تعزير، يعني اي حاجه تطلع بقى من سن القاضي معلقا عنها توبيخا له اسمها تعزير. طب معلش دي رسالة السلام مع حضرتك في الحديث المحترق ما يدرس حاجه، لانه كانوا لسه يعني حديث عهد الاسلام دي حاجه، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم بيعلم الناس، فلما استقر الاسلام تيجي بقى الاحكام اللي هي وضعت استقرت الاحكام خلاص اتعرف ان دي مصيبه تولي. كما نص عليه الامام الشافعي وهو المعتمد، واما الموثوقه اللي يتملي بقى الناس ايه تملي يقول لك طب والست يعني نفسي ينتهي من الست ما عليهاش حاجه عليها ست تاخذ يوم وخلاص، لان هي اصلا فطرت بمجرد دخول جزء من الحشفه قبل ما يتم الجناح فهي فطرت، فصار بعد ذلك كانها حصل جماع بعد فطرها بس بطريقه غير الجماع وهو ادخال جزء في الفرد، ولا يسمى جماع الا اذا دخلت الحسد كلها، بس لو دخل جزء من الحسد مش كلها افطرت، ولا تسمى مجامعه في جماع الا لو دخلت الحسد كلها هي راس الذكر كله، فهمت بقى؟ فهي افطرت قبل اتمام دخول راس الذكر قبل تلبسها بالجماع، فهمت بقى؟ فهمت العلة؟ فما لهاش حاجة. حتى لو شجعت يعني هو ده الدود؟ حاجة غريبة أوي. يدرس يقعد شهر رمضان في حتة وهي في حتة يوديها عند أهلها طالما هو ده الدود كده. ما هو الإنسان يحتاط لدينه. يعني الخلاصة إن هي لأن مفعول فيها أولا دي أول علة، مفعول فيها مش فاعلة. ما مفعول فيه فالمفعول فيه مش مسؤول. ثانيا انها افطرت قبل ان تكون متلبسه بالجماع، لان الجماع في رفض الشرع هو تغييب الحسفه في الفرض، وهي افطرت قبل تغييب الحسفه في الفرض بدخول جزء منه. واضح الكلام؟ بس فين شفت الفقهاء بقى يعرفوا يميزوا ازاي يحل لك الاشكال اللي انت في ظنك انه واضح، يطلع في الاخر انك انت كلام مش واضح ولا حاجه ده انت اللي مش فهمت بقى؟ ادي ميزه انك انت تعيش حياه فقهيه توسع مخك وبتعرف ازاي تستنبط الاحكام. تأثم لو هي شجعتك. تأثم لو هي شجعتك طبعا. لكن لا كفارة عظمى لكن تأثم. معناها انها بريئة 100% لكن ما عليهاش كفارة عظمى بس هي تأثم. لأنها شجعته مع علمها بأن ده حرام في نهارها. كويس؟ فالواقع عليه القضاء والكفاره والتعذير كما نص عليه الامام الشافعي وهو المعتمد، واما الموطوءه ولو ذكرا فعليه القضاء والتعذير دون الكفاره، لان افساد صومه في الحقيقه بغير الوقت فانه يفسد صومه بدخول شيء من الحسفه فرجا قبل تحقق الوقت بدخول جميعه فيه، زي حد الزنا. حد الزنا لا يثبت الا بدخول الحسفه كامله في فرج المنهي به،
لو أكل جزء يبقى ما يغلبش من جنة يعذب ما يسمنش ليه من جنة في حكم الشرع تبقى إيه؟ ولو كان مفطرا لا يغرم لا يغرم خالص واضح؟ يعني نفس القصه دي هتسمعها في ايه؟ في حد الزنا اللي هو التحقق بحد الزنا. حديث النبي صلى الله عليه وسلم بيقول كل عضو من الاعضاء يعني كتب عليه نصيبه من الزنا. ايوه ده زنا حكم مش شرعي. يعني حكمه انه حرام فعل الزنا. لكن ما يترتب عليه من احكام هذا من الزنا الحقيقي. واخد بالك؟ اللي هو الرسول صلى الله عليه وسلم قال له لما جاء عائشة قال له ايه؟ لعلك فقدتها، لعلك مش عارف ايه، لعلك قبلتها، لعلك يعني فانه بيلقنه حبته والثاني مع الطمر. واخد بالك؟ فخلاص يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم له تعريف فيما يقيم عليه الحد به. لان الاسلام ليس متشوفا باقامه الحد، بل الاسلام متشوفا لضرب الحد. خلاف الجماعه الاخوه، الاخوه الاسلاميين دي متشوفين لاقامه الحد، في حين ان الاسلام الحقيقي متشوف لضرب الحد. يعني هدفه ضرب الحد مش اقامه الحد. واخد بالك؟ القاضي هدفه يتلكك على اي حاجه يشك فيها ويقول له لا لا تعملش كده ثاني، ما تقصدش عليه ده هدف القضيه. وده الدكتور كان بيقول ان تخطئ في 100 حد خير لك من ان ايه؟ لان تفيد في يعني في 100 عقل خير لك من ان تخطئ في حد واحد. يعني حتى لو اخطات في العقل ما يجراش حاجه. ليه يعني؟ ربنا واسع، توبته واسعه. فالحكاية مش زي الجماعة اللي ما درسوش الدين واخدينها بالدراع في الشباب وعايز كده. يعني لو كانوا زمان كده في السبعينيات عاملين جماعات كده منفصلة عن المجتمع ويجلدوا بعض ويضربوا بعض ويكونوا حد على بعض. أي عكس كده. حضرنا فترة طويلة يعني هذه الفترات شفنا منهم هؤلاء شغل عكس يعني ما ينفعش. يبقى الإسلام ليس من أصوله إقامة الحد بل من أصوله درء الحد. واضح؟ ودي نقطة هامة تاخد بالك منها. وقول القضاء أي لليوم الذي أفسده بالوصف، وقوله والكفارة أي العظمى لأنها المرادة عند الإطلاق. وأما الصغرى فيقال لها فدية، وقد يطلق عليها كفارة كما في قول المصنف الآتي: وإن خافتا على أولادهما أفطرتا وعليهما القضاء والكفارة. يقصد هنا في العبارة دي الصغرى. في العبارة الكفارة هنا بقى يقصد إيه الصغرى؟ قوله وهي الكفارة اللي هي إيه؟ أي الكفارة وخصالها ثلاث كما يعلم من كلام المصنف: العتق ثم الصوم ثم الإطعام. فهي مرتبة ابتداء مش مخيرة، ابتداء مرتبة انتهاء زي إيه كفارة اليمين. لا، هي مرتبة ابتداء من أول. واضح؟ فهي مرتبة ابتداء وانتهاء. ومثل كفارة الوصل في نهار رمضان كفارة الظهار والقتل مرتبة في الخصال والترتيب. إلا أن القتل لا إطعام فيه، يا عتق رقبة يا إما ما فيش صيام تأريخ متتابعين، ما فيش بعد كده في القتل الخطأ إطعام 60 مسكين، ما فيش. كويس؟ فليس لكفارته الا خصلتان: العتق ثم الصوم. وما وقع في الشارع من ذكر الاطعام فيها سبق قلم في كفاره ايه؟ القتل الخطا. وليس، شوف ما يقولش خطا، شوف الادب بقى مع العلماء. يقول لك الواقع فيه ده سبق قلم، يعني ما كانش يقتل بس كتب كده يلتمس وهو مش ايه نقعد نطعن في بعض. يبقى تتعلم حتى الادب في المناقشه، لما تيجي تقرا الكلام ده تتعلم اداب المناقشه وازاي تلتمس العذر لغيره. وليس قولا ضعيفا كما سياتي. يبقى اللي قالوا ان ده سبق قلم وليس قولا ضعيفا في المجلس كما سياتي في موضوع ايه؟ كفاره القتل الخطا. وعندنا الشافعيه قالوا قتل خطا او عمد عليه صيام شهرين. يعني لو عمد
وقابل الدية يبقى عليك صيام شهرين متتابعين، لأن صيام الشهرين حق الله والدية حق إيه؟ العاقلة اللي هم أصحاب الدم. فهمتني؟ لأن أنت كده تعديت تعديين، تعديت على خلق الله، فإذا في بينك وبين ربنا حق، لأنه ده هو ربنا اللي خلقه وأنت تعديت عليه. وبعدين هذا الإنسان ليه ناس بيصرف عليهم وبيحبوه، وانت كده حزنتهم وزعلتهم عليه وحرمتهم منه، يبقى لهم حق عليه. يبقى بقى في حقين، حق الخلق حق الخالق. حق الخلق دية، وفي العام قصاص فإن عفوا دية، واضح؟ وقد يعفو عن الكل. يقول لك انا كان مؤسس الزمن والله انت ريحتني انت، ده احنا نمشي فلوس، جزاك الله خير. شفت مين يلا بقى؟ يبقى عليك خلاص صيام شهرين متتابعين، وبرهم كله، لانه كان واد مدمن مثلا وقليل الادب ومؤلف ومطلع وقت. فمثلا ده يلا بركه يا جماعه. فاهم؟ يبقى بقى عليك انت بقى هنا صيام شهرين متتابعين للحق بينك وبين ربك، لان دي نفس خلقها الله وانت تعديت عليها. واضح؟ ده في القصاص. لكن لو لو اختاروا القصاص هيقتل خلاص بقى، هو هيموت بقى خلاص من تاني. تقول له بقى اختار قلبي للقتل لما يكون عليه تمام. هو هيموت وخلاص ديار تمام. خلاص موته في اسرائيل اهي. فين؟ يبقى اختاروا القصاص خلاص على طول. لان يبقى حق الاثنين. شافوا والغل اللي في قلبهم بهاته اتحل، وبعدين في نفس الوقت ربنا سبحانه وتعالى قابل منه انه جاء بنفسه مقابل ان هو اعتدى على نفسه. فالحق دي قدامي. واضح؟ هتيجي الحاجات دي على اي حال في الفدول بعد عمر طويل. ما هي احنا عندنا الفدول كفارات وزواجر. كفاره لمن اقيمت عليه وزاجر لمن حضرها. فالحرم يعمل كده. فالحضور ان انت لما تشوف الحد اي واحد يفكر يقتل نفسه خايف، يبقى ده جرته. واللي قيمت عليه كفرت عنه. فيقابل ربه ما يتحاسبش على الذنب ده. يعني لو لم يقم عليه لو لم يقم عليه فان قيم عليه الحد خلاص. يبقى الحدود دي رحمه، كفاره وزواج. كفاره لمن قيمت عليه وزواج لمن حضره. الحق. واضح؟ وإلا يعني هو قتل ومستحسن ان هو اللي قتل، هو شايف ان القتل ده يستحق ان هو يقتل. ان كان يستحق فعلا عند الله يبقى قتله به كفاره عن قتله. وان كان لا يستحق. لا يستحق يبقى حرام. يبقى ميت وكبقى لا يعاقب على القتل لكن يعاقب على عدم التوبه. فهو في مشيئه الله على كل حال، ان شاء غفر له. فيجي في الحته دي النبي يشفع تعدي بقى، ولا انت مش عايز يعدي؟ يعدي ان شاء الله. خليه يعدي رحمته واسعه. كفايه وقوفه للحساب دي في حد ذاتها مستهل. الوقوف للحساب ده في حد ذاته مستهل. ربنا ينجينا. قول عتق رقبة وأما كفارة اليمين فخصالها أربع: العتق والإطعام والكسوة على التخيير في الأول، ثم الصوم فهي مخيرة ابتداء، ثم الثلاثة مرتبة انتهاء. فهي مخيرة ابتداء بين الثلاثة مرتبة انتهاء. واضح يا سيدي؟ لأن في ناس ساعات يقول لك إيه يحلف يقول لك ما تخليني بقى صوم. لا، مين قال لك تصوم؟ تقع من الاول، تكفي الاول. لان الصيام دايما عجز عن الاطعام او عن، يبقى الصيام دي اخر حاجه. وقال لك الكسوه لو جبت 10 طلبات وزعتها على 10 مساكين كفت، مش شرط يعني تجيب له بدله كامله يعني. لو جبت 10 طواق تبقى كفيت، لو جبت 10 طلبات كفيت، 10 شيلان اديتها لهم في الشتاء كفيت، حط الشال كده ونمشي تأمع بيه يبقى فرحان ناخد الكتيف وهكذا. فالكتوة مش شرط يعني كتوة كاملة. أيوة من أوسط ما تقول يعني، لا من الوسط الشيء أعلى يعني.
يعني شوف انت لما تبقى انت مدلع نفسك كده بيطبخوا لك ايه؟ طبيخ ولحمه وفته كده بقى، تبقى تاكله طبيخ ولحمه وفته. فهمتني ازاي ده؟ شوف انت لما تدلع نفسك في البيت بيدلعوك كده ياكلوك كده. الاوسط الشيء يعني اعلى. وكذلك جعلناكم امة وسطا كنتم خير امة اخرجت، يعني اذا وسط الشيء خير افضل الشيء. كويس؟ قوله عتق رقبة أي عتق رقبة عبد أو أمة، فالمراد بالرقبة الرقيق سواء ذكر أو أنثى بقى، مثل الإسلام بالميت بين الذات والأنثى، قال لك عتق رقبة تجيب ده تشتريها وتعتقها خير، تجيب راجل وتعتقه خير، ده صح ده صح، مفيش تمييز، لأن كلهم مكلفين كلهم خلق الله. التمييز في أمور ثانية، واخد بالك إزاي؟ لأنها متعلقة بطبيعة خلقة كل شخص عن الآخر. فالمرأة مثلا ما تشهدش في الحدود لأن طبيعتها مرهقة، ما تقدرش تشوف واحد يقتل واحد، تقدرش تشوف راجل بيزني بامرأة وتدحلق كده وتشوف، فلا تقبل شهادتها في هذه الأمور. ليه؟ تجنيبا لها من أنها ترى مثل هذه الأشياء، لأن هي ربنا خلقها رقيقة الصدر مرهقة الفكر. سيدنا مش علشان يعني بيقول لها إنك أنت ما تشوفيش، لا، ده ربنا خلقها في صورة رقيقة فبيرحمها. ادي كل الحكايه. لكن العالم الثاني يقول ليه يعني احنا عايزين المراه تبقى شهادتها زي الرجل في كل حاجه؟ ليه البجاحه؟ هي اصلا مش هتتحمل ان هي تنظر مثل هذه الاشياء، ولا تروح تعاين مثلا مكان الجريمه وتشوف الناس متقطعين وناس مش عارف مش عارف، طبيعتها مرهقه. فلما تراعي طبيعتها يبقى انت كده بتكرمها وتكرمها، بخلاف ما يعتقد الاعلاميين والكلام ده اللي هم عايزين يعرفوا. ولما خلى الابن يورث ضعف البنت من ابيه، لان كلف الابن بانه ينفق على اخته بعد وفاه ابيه حتى تتزوج، وانها لو تزوجت وطلقت عليه ان هو يتحملها حتى تموت او يزوجها غيرها، يبقى مصاريفه كتير ولا مش مصاريفه كتير؟ مصاريفه كتير. ما كلفهاش هي تنفق على نفسها، لأنها انت هتاخدي نص اخوكي وتاخديه تحطيهم في البنك، واخوك يصرف عليك، ولو حصل مشكله بينك وبين جوزك هو اللي هيحسن العيال، ولو جوزك مات وترميت هو اللي هيربي لك عيالك. شوف قد ايه. يبقى انت في الاخر تدور تلاقي الابن ده ما خدش حاجه لانه دفع اضعافها، يبقى مفيش تمييز. لأن هو لما اداله اكثر كلفه اكثر، ولما ادها قال شال عنها كل تكليف. يبقى الناس مش واخده بالها، مش فاهمه اصلا ايه الارث وايه النفقات وايه الواجب، قاعدين يعقوا قاعدين يعقوا كده خلاص، زمن العك والجهل. لكن لما تبقى الامور ما فيهاش واجبات متعلقه زي الاخوه للام، يخلي الاخ للام زي الاخت للام، فهم شركاء في الثلث متساوي. يبقى البنت تاخد الاخت من الام تاخد زي الاخ الام بالظبط قد بعض، لانهم مش مسؤولين عن نفقه ولا عن اي حاجه، ده دي بس لمجرد علاقه القرابه برا لانهم اخوه لام. فالبر ما يقتضيش التمييز، وبالتالي يقتضي التساوي. فتلاقي الاخوه لام يورثوا زي بعض، فان كانوا اكثر من ذلك هم شركاء في الثلث. لان كان لو اخ من الاخت فلكل واحد منهما الثلث، يبقى الاخ ياخذ الثلث والاخت تاخذ الثلث. يبقى احيانا تاتي صور في الميراث تجد المراه تاخذ مثل الرجل، واحيانا تجد المراه تاخذ اكثر من الرجل. لو سايب امه عايشه ومالوش اخوه ولا ابناء، الام تاخذ الثلث، والزوجه تاخذ الربع، والباقي ياخذ العم. العم هتلاقيه واخد اقل من الام واقل من الزوج، وهو العم راجل. يبقى بعض الصور تجد الراجل ياخد اقل كمان من الست، لكن هو بس ايه قاعدين في صوره واحده اللي هي ايه الذكر في صحابه الانسان، وفي صوره ثانيه الاخوه الاشقاء في حاله الداء للذكر في صحابه الانسان، هي دي الصورتين دول اللي قلقاهم قوي وهم مش فاهمين حاجه قاعدين بيقعدوا. فربنا ينجينا. يبقى هنا عتق رقبه اي
ساق رقبة عبد أو أمة، فالمراد بالرقبة الرقيق فهو من إطلاق الجزء على الجل، لأن الرق كالغل أو كالغل في الرقبة، يعني زي إيه، زي ما يكون رباط كده ربطه في رقبة الإنسان. وقول مؤمنة فلا تمسك الكافرة، قول وفي بعض النسخ سليمة من العيوب إلى آخره، فلا تجزئ المعيبة كما سيأتي إن شاء الله تعالى في الظهار. قول فإن لم يجدها، زي الزمان ده ما تجدش الرقبة خلاص، ما بقاش في رقيق ولا في سوء رقيق ولا حتى تعمل إيه، يبقى ما قدمتش إلا القصر الثاني. فإن لم يجدها، إذا لم يجد الرقبة حسا في مسافة القصر أو شرعا كأن لم يقف على ثمنها زائدا على ما يفي بممونه بقية العمر الغالب، يعني عدم وجود الرقبة ليه صورتين، صورة لا يجدها، واخد بالك ازاي، حسا يعني مش موجودة على مسافة 85 كيلو، يعني عشان يجيبها لازم يسافر اكثر من 85 كيلو، اذا انت واضح؟ فما بالك احنا زماننا ده حتى لو رحت اخر الدنيا مش هتلاقيها، لان هو بقى كده يبقى خلاص غير موجوده، او موجوده وسوق الرقيق موجود، لكن ثمن الرقبه السوق الرقيق 20,000 جنيه، وهو كل ما يملكه من حطام الدنيا 1,000,000 جنيه، حطه رصيد في البنك، وهو عمره 30 سنه، والمفروض انه يعيش لحد 60 سنه، يبقى عنده قدامه 30 سنه، محتاج كل شهر 5,000 جنيه كويس يصرفهم عشان يعيش، 5,000 جنيه في 12 يبقى محتاج 60,000 كل شهر، في 30 سنة في 30 سنة يطلع كام؟ 1,800,000، ده فقير ده ما عندوش، يبقى عنده 1,000,000 جنيه بس ما يقدرش يجيب رقبة، لأنه لو جاب مش هيكفيه ما يملكه بقية عمره، يبقى ده لا يستطيع. شفت بقى نظرة الإسلام للفقر، نظرة غايبة عن ذهن الناس كتير. وإن كان قادرا على سفر، لأنه قد يعبث في أي وقت، واضح؟ علشان كده في القيود دي مهمة الحتة دي. فإن لم يجدها، إن لم يجد الرقبة حسا في مسافة القصر اللي هي 85 كيلو أو شرعا كأن لم يقدر على ثمنها زائدا على ما يفي بممونه بقية العمر الغالب. افرض لو عنده 1,000,000 جنيه وهو عنده 30 سنة وعنده 3 عيال كمان، يبقى عياله دول عايزين مصاريف قد ايه، وكل عيل لما يكبر عايز يتجوز وياخد له شقة، الشقة بكام؟ فلقيته داخل ده غلبان ده بيضحك، عنده 1,000,000 بس بيضحك. فهمتني بقى ازاي؟ لان الشرع بينظر للانسان على بعضه كده، احتياجاته كلها على بعض. الراجل ده لو قدم لبيت من المسلمين يجيب له زكاه وهو عنده 1,000,000، يبقى يخرج زكاه وياخد زكاه. هي دي صوره انسان، يخرج الزكاه وياخد زكاه. لانه ما زال في اصل الشرع مسكين، عنده جزء بس لا يجد احتياجاته، يبقى ده مسكين، يبقى ده من ضمن مصارف الزكاه. لكن هو عنده نصاب وبيحول عليه الحول، يجب عليه الزكاه، فيدفع زكاة وياخد زكاة. فهمت الآية؟ زائدا على ما يفي بممونه بقية العمر الغالب، ولو وجد الرقبة بعد شروعه في الصوم. أنا الوقت مش لاقي الرقبة لأسباب بقى اللي احنا قلناها كثيرة، وبعدين بدأت أصوم شهرين متتابعين، بعد ما صمت شهر شغال في الثاني، ربنا كرمني كده ورثت لسه عندي اموال كبيره، او واحد صاحبي هداني برقبه، فاعمل ايه في الحاله دي؟ يلزم بس يستحب ان ايه، يعتق الرقبه ويتوقف عن الصيام، يستحب، لكن له ان يستمر في صومه، لانه حال بدايه يعني البدل كان لا يستطيع الاصل، لأن العبرة بحال بدايته بالتلفظ بالبدل، واضح؟ نفس القصة لو تيمم، لو تيمم ودخل في الصلاة ثم جاء الماء، يقطع صلاته ويتوضأ ولا يستمر في صلاته؟
يندب له ان يقطع صلاته ويتوضا ان كان في الوقت الساعه وان استمر جاهزا. نفس القصه هي حلوة. يبقى فقه الفهم الفقهي تجد الفروع كلها في الاحوال كلها تهبط بعضها. بس الاول يتربى عندك الحس الفقهي. وتجي في باب التيمم تلاقي هي في باب العرق في باب الكفاره في باب تلاقي هي نفس الصوره. وعشان كده عملوا علوم سموها ايه؟ الاشباه والنظر. الاشباه والنظر العلوم دي نشات منين؟ هو تشابه بعض الفروع في الايه؟ في الابواب المختلفه في استنتاج الحكم. يقوم يجيبها ويجيب نظريات. فهمت ازاي؟ ولو وجد الرقبة بعد شروعه في الصوم ندب له أن يرجع للعتق ويقع له مقامه نفلا. وكذلك لو قدر على الصوم بعد شروعه في الإطعام نفس الحكاية. أنا بدأت أطعم فكل يوم بطعم 60 على ما خلصهم بعد 60 يوم. فبعد ما أطعمت لي 20 30 ربنا كرمني كده ولقيت إن أنا صحتي اتحسنت وكنت عيان شوية وإن أنا أقدر أصوم. يستحب إن أنا أعود للصوم. يستحب ولا يجوز. واضح؟ نفس قوله فصيام شهرين اي هلالين هلاليين يعني شهور قمريه باللغه الثانيه اي هلاليين ان انطبق اول صيامه على اولهما والا كمل الاول من الثالث 30 يعني افرض ابتدى من اول الشهر يبقى ينتهي شهرين متتابعين كاملين. طب افرض ابتدى من يوم 10 يبقى الحاد بداية يوم 10 من الشهر الثاني. واضح؟ عشان يبقى شهرين متتابعين. فين؟ ادي كمل. كمل الأول من الثالث 30 مع اعتبار الوسط بالهلال. ومعلوم أن الشهرين غير اليوم الذي يقضيه، الشهرين المتتابعين دول غير اليوم اللي هيقضيه. عن اليوم الذي أفسده. يبقى عليه يوم بدل اليوم اللي افسده والشهرين المتتابعين دول كفاره عن المتجرد. مش داخل فيهم اليوم. خارجين عن اليوم. واضح؟ غير اليوم الذي يقضيه عن اليوم الذي افسده وقوله متتابعين اي متواليين. طب فلو افطر يوما ولو بعذر كسفر ومرض انقطع التتابع ويبتدي من اول. اليوم الخمسين الله قال صداع وخسف يعيد من الاول. اليوم التسعة وخمسين خلاص. اليوم الستين يعيد من الاول. لازم متتابعين. واضح؟ في زلق. فلو افطر يوما ولو بعذر كسفر ومرض انقطع التتابع ووجب الاستئناف فيعيد الصوم من اوله ولو بإفطار اليوم الاخير. انا جربتها لقيتها سهله الحقيقه صيام شهرين متتابعين. بس ما جربتهاش في المساله دي يعني لكن تظن ليا شغل. جربتها في مساله اخرى كنت لسه متخرج جديد من كليه الطب الكلام ده سنه كام؟ 81 ورحت اشتغلت في مستوصف في مصر القديمه اسمه مستوصف المرحوم في والي اسمه المرحوم. انا الاوليه دي ورايا ورايا الحمد لله. فجامع كده في والي اسمه سيدي المرحوم في مصر القديمه قالوا يعملوا في الجامع ده ملحق بيه مستوصف طبي كده. وانا كنت لسه متخرج مخلص من كده خالص. فقابلني حسن الجمل الله يرحمه عضو نادي الشعب عند دائره المنجل وانا كان المنجل وهو كان عمل لي استراسه في الفرع بتاعي فعرف. فجاء كلمني قال لي يا دكتور يوسف في مستوصف انا هنعده كده في منطقه المرحوم تعالى كده اشتغل فيه. كانت كتف بربع جنيه يعني الاربع يومين بجنيه وانا اخد 60% من الجنيه 60,000 من الجنيه شغل جامد دخل مهم يعني. فرحت اشتغلت في المستوصف ده كنت لسه في بدايه حياتي بقى الطب ايه تاخد خبره مع الناس وبتعلم بقى. فجت لي عيانه عندها 80 سنه فاكر انا اليوم ده بالليل وولادها شايلينها ولا احسبها وجابنها لي نايمه قدامي وعندها قيد مستمر بقى لها يومين. فانا كشفت على نص بطنها كده من فوق ما كشفتش كل بطنها. على قد خبرتي بقى ما كمان الواحد ما بيشوفش الا اللي يعرف.
وبعدين قلت لهم لا حاجه بسيطه دي اشرب دي وشعبيه دي ودي دي ودي دي والكلام ده خدوا وروح. خدت انا الامور ببساطه. كل يوم بالليل انا متعود لما اروح اديت اقعد اقرا شويه في كتاب جراحه من بيلي عند الاصل، كنت لسه بقى متخرج جديد، فبفتح كتاب كده سبحان الله لقيت صوره واحده ست عجوزه زي الست اللي جت عندي، وبعدين وبعدين بيقول لك تحت الصوره كاتبين بالانجليزي انك انت لازم تكشف في مثل هذه الحالات على البطن كلها واعلى الفخذ، لان قد يكون عندها فخذ مختنق، فخذ مختنق تلاقيه تحت خالص، فده ما يبانش الا لو كشفت المسافه دي كلها. فطالما انت ما كشفتش دي العيان يضيع منك ويموت. انا قلقت قوي قلت يا دي المصيبه الحبيبي الست دي منين؟ المهم بعد يومين انا كنت بروح يوم ويوم يعني اريح يوم واروح، بعد يومين رحت فقلت للست ام صلاح الله يرحمها دي السمرجيه بتاع المنصوره كانت ساكنه في المنطقه عارفه العيانين، قلت لها فاكره الست اللي جات لي اول امبارح؟ عارفه ليه؟ قالت لي اه. قلت لها انا عايز لما اخلص النهارده تاخديني لحد بيتها اروح اسلم عليها اشوف اخبارها، وانا عايز اروح اكشف على ايه بطنها انا بره الجنيه. قالت لي طيب المهم حاضر. خلصنا ورحنا لقينا ميتة ست ماتت، ماتت امبارح ودفن بيها دي المصيبة. رحت صايم شعرين متتباين. انا كان القصة دي خفت ان انا اكون السبب في موتها يعني. فيعني صيام الشعرين متتباين تهليم تهليم خالص، واخد بالك؟ لما تنويها يعني تلاقيها سهلة ما تقلقش. بيقول لك هنا انقطع التتابع ووجب الاستئناف. يعني ايه الاستئناف؟ يعني سيدنا اول وجديد في حاجه اسمها يبني على مفات، يبقى ما يبتديش من اول وجديد، وفي حاجه اسمها يستأنف يعني سيدنا اول وجديد. يبقى ما يقول لك يستأنف يعني سيدنا اول وجديد، وما يقول لك يبني يعني يبني على مفات. واضح؟ زي في الطواف يقول لك لو انتقد وضوءه في اثناء الطواف ذهب يتوضا وبنى على مفات ان لم يطل الفضل، فإن طال الفصل السام. فهمت كلام المشايخ؟ يعني لو راح اتوضى على طول مسافة السكة كده ورجع تاني حتى لو وقف الطابور في بوط المية لو مشغول بالوضوء، وبعد ما رجع على طول يبقى لو كان انتقل وضوءه في الشوط الرابع يبقى يكمل من الرابع، في الخامس يكمل من الخامس. لكن وهو راجع لقى نفسه جعان جاب سندوتش، وان هو متعود بعد ما ياكل يشرب برضه كوبايه شاي مش معنى، يبقى كده طال الفصل، يبقى يبتدي من اول وجديد، يبتدي من اول من واحد، معلوش اسم ولا حاجه بس لازم يبتدي من اول. فهمت ازاي؟ فيبقى في فرق بين استأنف وبنى، يبني على مفات او يستأنف يعني يبتدي من اول وجديد. فهمت بقى؟ فيبقى هنا يقول لك ايه؟ استأنف ووجب الاستئناف فيعيد الصوم من اوله ولو بافطار اليوم الاخير. قوله فان لم يستطع صومهما اي متتابعين، فان لم يستطع صومهما اصلا او استطاع صومهما متفرقين يبقى برضه ما يستطيعش. كويس؟ يا اما ما يستطيع صومهما اصلا او لا يستطيع صومهما الا متفرقين لكن ما يقدرش متتابع، يبقى في الحاله دي سقط عنهم الصوم. اذا انقطع باذن شرعي؟ لا، ما لو انقطع باذن شرعي يبقى اختار المده خطأ، يعني ما يختارش يصوم في شوال في مثلا ذو القعده وهو عارف ان هيجي يوم النحر وثلاث ايام التشريق منهي عن صيامهم وهو ما كملش الشهرين، ما ينفعش. يبقى عليه اجل ويعمل الكفاره من بعد ايه ايام التشريق عشان ياخد شهرين على بعضه، يبقى يختار. تستنى لما تقايل تايل يعني لما ينقطع طهرها في ذمتك في ذمتك. أكل نادر صومهما لما الشهرين شهرين متقلين صومهما يعني صوم الشهرين مسمى شهر. نادر المرأة تصوم شهرين متقلين
الحاجات دي كلها فيها ايه متعلقه بالرجال. لكن الوقت الستات سايقه بالعربيات وقاسيين في الشوارع وبيصطوا الناس ويموتوهم، فحياتك في حقيقة قيام قائمين متتابعين عند قتل النفس لو صفته بعربيه موتته بتاع او طبيبه او طبيبه جاهله زي كده زمان انا لو طبيبه لسه جاهله، لكن لو طبيب اتعلم كويس ومات عيان تحت البيت وهو متعلم وما قصرش يبقى ما عملش حاجه، لا شيء عليه، لا ضمان على الطبيب اصلا شرعا، لا ضمان على الطبيب شرعا، بس يشترط الطبيب الذي لا ضمان عليه انه يكون متمرس في مهنته ومشهود له من اهل الخبره وخلاص ساعتها بقى حتى لو لقى امك تحت ايده خلاص بالنصيب. واخد بالك؟ لو ماتت لو ماتت يبقى ولادها يطعموا ستين هيجي لك انت كده ما شفتك لما النوايا يعني انا مثلا عندي كذا كفاره فممكن اقوم تديني مجمع النوايا كفاره كذا وكذا وكذا. لا لا يعني عنده كفاره ظهار وكفاره بطن في نهار رمضان بيبقى شهرين وشهرين على 4 شهور. لو هو وطئ امراته يوميا زي ما قال لنا حسنين امبارح في الدرس اللي فات ان في واحد جاره اتجوز في شهر رمضان وقال له انا معذور انا عريس بقى ده شهر العسل فوافق يوميا واخد بالك، يبقى ده عليه كام؟ 60 شهر. لو عليه 60 شهر يعني يكون 5 سنين مش شهر بقى ورا بعض، لكن هو يقعد له كده مثلا يصوم شهرين متتابعين كل فتره كده ويحسب بقى يبقى عنده نوته لحد ما يخلص واخد بالك عشان يحرم يتجوز. لكن عليه 60 شهر لان كل يوم بشهرين، كل يوم بشهرين طول ما انت ماشي. ما لم يكن كان بيجامعها بعد ما يفطر اكلا، يبقى في الحاله دي عليه بس يوم واحد لكن يحرم. واضح؟ فهمت الفرق؟ بس مهمه الحاجات دي. فإن لم يستطع صومهما أي متتابعين بأن لم يستطع صومهما أصلا أو استطاع صومهما متفرقين، ومعنى عدم استطاعة عدم قدرته لحكم مشقة له لا تحتمل عادة ولو لشدة الغلمة بضم الغين المعجمة وتكون لما شدة الحاجة للجماع، يعني شاب ما يقدرش يواظب شهرين متتابعين ومراته قدامه ما يقربهاش كل نهار وهو أصلا كل شغله بالليل وهو ما بيقعدش بيه كل نهار وتقول له كمان طول سؤال المتابعين هو لسه شباب كده برضه انت بتغلب عليه واخد بالك ايه بدل الفقر ايه بدل 60 خلاص قوله فاطعام 60 الى اخره اي تمليك 60 يعني انت مش تعزمهم عندك 60 مسكين بحيث ما ياخدوش الباقي معاهم، لكن انت لازم تملكوا الطعام ياكل اللي ياكله ويشيل الباقي. يبقى لازم تديله الاكل في ايده يتملك ياكل نص وياكل ربع وما ياكلوش دلوقتي هو حر ملك، ابيعه ادي لاولادي هو حر، يبقى لازم الاطعام هنا معناه تمليكه تملكه ما تؤكله، لكن انا ما بعزمك عندي انا ما بملكش ما تاكله، لا انا بسمح لك ان تاكل ما في ملك. فهمت ازاي في فرق؟ ان انا بعزمك عندي بسمح لك ان تاكل ما في ملك بالاذن وهو مباح لكن لم تتملكه. فهمت بقى الفرق؟ شوف شوف الفقيه ازاي يميز بين الحاجتين، ودي حالات بتبقى دقيقه ما يقدرش يميز بينها الا واحد يكون عنده كفر، فلازم تملكه. يعني هتاكله عندك قول له كل الاكل اهو قدامك كل اللي تاكله والباقي يدفع معاك كله، يبقى كده ملكه. واخد بالك؟ ده صحيح. انما تقول له اقعد كله ولما يشبع يسيب وانت تلم السفره بعده وتشيل في الثلاجه ما ينفعش. ايوه. طب ممكن انا اديله على الاحناف يجوز لكن الشافعيه لا. الاحناف يجيزون اخراج القيمه. ماذا بدا احناف؟ نفس الكتاب زكاة الكتب نفس الكتاب. هل يجوز اخراج القيمه ولا نفس ايه؟ عند الاحناف يجوز اخراج القيمه الشافعيه لا. جافة ومطبوخ الأكل. ما هو أنت بتطعمه طعام اللي هو بتاع البلد.
اهل البلد بيحبوا ياكلوا ايه؟ ياكلوا الاكل ني ولا بياكلوه مستوي؟ كنت بلد تاكلوا له مستوي. اذا كان هو الاكل بتاعهم اصلا ني، زي مثلا هناك ياكلوا تمر ولبن، فخلاص يديله تمر ولبن على حسب عدد الايه؟ المكان البلد. رحت انا اوغندا ياكلوا موز، يطبخوا الموز ويخللوا الموز ويعملوا العيش من الموز ويعملوا كل حاجه، يعني ممكن يعمل لك سفره كذا نوع وكل الانواع دي موز حادق وحادق من اكل اوغندا. خلاص ده عادتهم كده. انا مره تعزمت على اكل موز كده في اوغندا، كله موز، حتى اللي حلينا موز وحدقنا بالموز والسلطه بالموز والطبيخ موز، كله موز. وعندهم حلم، عندهم موز صغير كده ده يتزرع وما يكبرش عن كده، يتعمل مخلل، ده معروف ده للمخلل. موز ثاني مش عارف كبير كده ده ممكن يتعمل حاجه، موز كده يتعمل حلو، ده شغله خايله سبحان الله. يعني جنس واحد شوف ربنا عامل منه انواع حاجات عجيبه يعني، والله قدره عجيبه. ويعملوا عيش منه كمان. ايوه ينفع فيه الرز والبار ونفسه هو يطبخ ولا ده مطبوخ؟ لا يعني الافضل تدهوله، ان كان عاده الناس في الاطعام الناس بيدوا البعض كده ويطبخوا هو، خلاص على حسب عدد كل بلد، على حسب عرف كل بلد. في مصر لا يدهوله مطبوخ عشان ما تكلفوش ان هو يعاين مشقه الطبخ، واخد بالك؟ لانه هيكلفه الطبخ، يكلفه انت ممكن تديله لكن هيحتاج يجيب زيت ويحتاج مش عارف يولع البوتاجاز ويدفع تكاليف ويحتاج يبقى عنده حله، طب ما هو شغلان، ويحتاج يبقى متجوز عشان مراته تطبخ له عشان هو مش عارف يطبخ، يعني شغلانه كلفته كتير، خليته يروح يتجوز مخصوص عشان يطبخ شغلانه مستحيل. يبقى اي تمليك 60 الى اخره، وليس المراد ان يجعل ذلك طعاما ويطعمهم اياه، فلو غداهم او عشاهم يعني عنده لم يكفي لانه لم يتملكوا ما عنده، فهمت ازاي؟ ولا يجوز اطعام كفارته لعياله برضه كالزكوات، يعني ما يديش الكفاره بتاعته لا لاصوله ولا لفروعه، اصول ابائه وامهاته وان علوا، وفروعه ابنائه وبناته وان سكلوا، سكلوا يعني ايه؟ يعني ابن الابن والحفيد وحفيد الحفيد، كل دول ما ينفعش. ولا يجوز إطعام كفارته لعياله كالزكوات وسائر الكفارات. وأما قوله صلى الله عليه وسلم في الخبر السابق وأطعموا أهلك، فقد تقدم الجواب عنه بأنه يحتمل أن المراد أطعموا أهلك على وجه أنه سبق منه صلى الله عليه وآله وسلم عليه، لكونه أخبره بفقره مع بقاء الكفارة في ذمته، ويحتمل أن المراد أطعموا أهلك على وجه الكفارة ومحل امتناع اطعام كفارات العيال اذا كان هو المكفر من إيه؟ بخلاف ما اذا كان المكفر غيره عنه كما هنا. واضح التعليل الثاني؟ قال لك ويحتمل ان ممكن يطعم عياله لو كان واحد كفر بالنيابه عنه من ماله الخاص، فاذا في الحاله دي ممكن يطعم عياله على الاحتمال ده. وانا اميل ان الحديث ده خاص بالنبي حديث بحمد هذا الرجل، لأن النبي له أن يخص من شاء من أمته بما شاء من الأحكام، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أنت خلاص براءة ما عليكش حاجة. والنبي حملها عنه. حملها عنه دون أن يؤديها النبي نفسه. يعني قال له هي لك دون سائرين. فهمت؟ لأن النبي له أن يتصرف في الشرع. ربنا صرفه في الشرع أولاً لأن النبي لم ينبه عليه أنه في ذمته، ما قالوش كده. قال له إذا ما كان مالك خلاص وعيال، وما قالوش حاجة تانية. ما قالوش يبقى عليك في ذمتك على فكرة، ما قالوش كده. واخد بالك إزاي؟ وضحك النبي. ضحك النبي من رضا الله عن النبي بأنه مكنه من الشر يستثني من شأن أمته. فضحك النبي معناه رضاه عن مولاه. الذي مكنه في التصريف في الشرع كما مكنه من التصريف في الاكوان. دينا فهمنا. فهمنا في هذا الفهم، والله اعلم. وانا اميل لهذا، متعصب لهذا الفهم تماما. وله صور كثيره في الشرع، مش الحديث اللي بس، لها صور كثيره في الشرع الشريف. ان النبي اختص من شاء من امته بما شاء من الاحكام دون سائر الناس. زي ايه؟ سيدنا معاذ بن جبل لما تعين والي في اليمن، ما
معروف ان اي واحد لما النبي كان بيعينه اي مال يجيله من وظيفته رشوة ولو في صورة هدية، صح؟ سيدنا رسول الله أجاز سيدنا معاذ أن يأخذ الهدية وقال هي لك هدية ولغيرك رشوة. استثناء ليه؟ لأنه كان يعلم أن سيدنا معاذ كان يحب يضايق الناس، يحب يأكل الناس، فعارف كل حاجة حديده هيرجعها للناس في سورة صدقات وقضاء حوائج، فأحل له الهدية ولم يحلها لغيره. الثاني قال له إيه؟ هل لو جلست في بيت أمك وأبيك هل كان يأتيك شيء؟ رد له لبيت الناس. سيدنا معاذ قال له خذ أنت الهدية. شفت بقى؟ يبقى له أن يستثني من شاء من أمته صلى الله عليه وسلم. وحاجات صور كثيرة زي قصة سالم مولى أبي حذيفة في رضاع الكبير استثناه وقال لزوجة حذيفة أرضعيه يحرم عليه وكان في سن الشباب، في حين ان هو نفسه اللي قال انما الرضاعة من المجاعة، يعني في السنتين الاولانيين، ده حكم عام للأمة الا سالم طلعه خرجه هو صلى الله عليه وسلم. يسموها حوادث حال، كل دي اسمها حادثة حال، حادثة حال. زي الصحابي اللي ايه اللي عمل الاضحية بتاعته قبل الصلاة، قال من نحر قبل الصلاة فهي صدقة. فوقف احد الصحابة قال انا نحرتها يا رسول الله قبل الصلاة، قال هي لك اضحية ولغيرك صدقة. استثنى واخد بالك الى ان يستثني من شاء من امته صلى الله عليه وسلم بما شاء من الاحكام، لان ربنا فرض طاعته طاعة منفصلة عن طاعة مولاه. قال من يطع الرسول فقد اطاع الله، خلاص صرفه بالايه في الشرع الشريف. فقال له فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك. قال يحكموا القران ولا قال يحكموك؟ يحكموك، في حين التوراه والانجيل قال فيها ايه؟ إن أنزلنا التوراة والإنجيل ليحكم بها النبيون، ليحكم بها النبيون، يبقى النبيون يحكموا بالتوراة والإنجيل، لكن النبي يحكم بما أراه الله. فالنبي له خصوصيات كثيرة، فأنا رأيي إن دي حادثة من بين هذه الخصوصيات أنه يستثني من شاء من أمته بما شاء من أحسن. واخد بالك ازاي؟ والله تعالى أعلم. فهمت ازاي الحتة دي؟ حتة حلوة. عشان تعرف بس مقام نبيك مقامه عالي عند الله، مقام نبيك عند الله هو فوق ما تعلمه أصلا مهما قلت لك. مقام نبيك عند الله هو محل تجلي الذات على الذات بالذات في الذات، وما يعقلها إلا العالم، دون حلول ولا اتصال ولا انفصال. والعبد عبد والرب رب، وهو عبد الله ورسوله. فهمت ازاي؟ اما محل تجليه في سائر الانبياء فتجلى فيهم بالاسماء والصفات، وفي نبينا بالذات. وفرق بين التجلي الذاتي والتجلي الصفاتي، وعشان كده صار هو نبي الانبياء لانه اقواه. فهمت كيف ترقل سيوف الانبياء يا سماء ما طولتها السماء. شفت بقى نبيا غير باقي الانبياء. نبيك ربنا سبحانه وتعالى بيقول ان الله وملائكته يصلون على النبي. قالها في اي نبي غيره؟ ان الله ويجيبها ان توكيد، ويجيبها بالجمله الاسميه توكيد بعد توكيد، وبعدين يجي يصلون بالفعل المضارع لبيان الاستمرار. شغلانه كبيره قوي ده نبيك ده، شغلانه كبيره قوي يا عم ده نبيك ده فوق الفوق. دي حقيقة. وعلشان كده احنا نشرف اننا ربنا اجلنا لاخر الزمان فجعلنا اتباع لهذا النبي الخاص. كنتم خير امة اخرجت الناس، لان نبينا خير نبي. لما دعا دعينا على الله باكرم الرسل كنا اكرم الامم. لما ربنا والملائكة بالجملة الاسمية المؤكدة يصلون بالدوام، يعني معناه بلا زمن، يعني يصلون حتى قبل خلقه، لأن الله سبحانه وتعالى قديم حتى قبل الملائكة. الله بيقول أنا كبير أوي، وصلاة الله على نبي يرفع لدرجاته، يبقى كيف تكون درجاته؟ حتى لو كشف لك عن درجته الآن فدرجته تغيرت من الآن إلى فوق الفوق بعد لحظات، فلا يدرك قدره إلا الذي خلقه. فهمت إزاي؟ شغلانة كبيرة.
وقال له فيه وكتب إليه شهيد وأرسلناك للناس رسولا وكتب إليه شهيد. يعني ربنا بيشهد له الله. وإذ أخذ ربك من النبيين ميثاقهم وإذ أخذنا من النبيين وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما جاءكم رسول من عند لما أتيتكم من رسول ثم جاءكم رسول مصدق لما لم تؤمنن به ولا تنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إثم قالوا إيه قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم وأنا ربنا معكم من الشاهدين. حط لي تحتها الآلات الخطوط بقى عشان تعرف مقام النبي. شوف بقى حط لي تحتها فمقام النبي القرآن مليان يبين لك أن نبي هذا هو محل مراد الله من خلق الخلق أصلا. لولاك لولاك ما خلقت بكي فهمت ازاي؟ وعشان كده له أن يتصرف في الشرع. فلما تصرف في الشرع في هذه الحادثة وحوادث أخرى كثيرة زي العرايس، العرايس فيها علة الربا وأدلها النبي لأمته. بيع السلم أدلها النبي وهو بيع مجهول. بيع الغائط وبيع الغائط حرام إلا السلم استثناء لأمته لعموم الحاجة في الجنة. نحن شرحنا بيع السلم يعني قصدي استثناءات النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة وخرجها عن علة النهي وهي منهي عنه. شفت بقى ازاي؟ ليه؟ لأن له التصريف في الأحكام بيقطع الحركة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لكن السلام يعني بيع السلام انك انت تبيع موصوف في الذمة، بيع موصوف في الذمة زي ما تروح لواحد تتفق معاه على انه يصنع لك حجرة نومك مواصفاتها كذا الخشب الفلاني كذا بالكتالوج الفلاني وتديله فلوس. يبقى انت كده بتشتري ايه؟ رائد. حرام شراء الرائد، لا ينعقد البيع. لكن النبي أجده في السلم إن كان موصوفا في الذمة وإلى أجل معلوم وبثمن معلوم واخدها مع وجود علة النهي عنه لعموم الحاجة إليه. فهمتني إزاي؟ يبقى استثناءه واضح؟ كثير يعني حاجات كثيرة. لدرجة إن أنا إن شاء الله عايز مرة أفردها بالتصنيف. لأن لو أجد واحد صنف في هذه المسألة وجمعها كده تصريف النبي في الأحكام كيف ان صرف الله في الاحكام كثيرة بقى حاجات كثيرة. اي حكي يجوز ان انا اعمل عام مثلا لو 10 مساكين بنيه مجمعه ولا يعني مثلا اقول ان كنت مثلا حديث كذب في يوم من الايام يعني لا ما ينفعش الا لازم الكفاره تبقى جازمه. فما ينفعش المطعم يقول والله يا بالمره بقى لو كنت حلفت ده ما ينفعش. طبعا اصل حاجه طالما مستكر خلاص انت مش مهم مش مسؤول خلاص. بس انت الفكره انك انت تبقى فاكر كده انما تطعم عموما انت المعموم لكن مش بالمره بلاش بالمره. هو ربنا يحب النيه الجزيمه لكونه اخبره بتقرير مع بقاء الكفاره في ذمته ويحتمل ان المراد اطعمه اهلك على وجه الكفاره ومحل امتناع اطعام كفارته لعياله اذا كان هو المكفر من عنده بخلاف ما اذا كان المكفر غيره عنه كما هنا. وبعضهم اجاب بانه خصوصيه اللي هي الاخيره دي اللي انا قلتها. الخصوصيه دي خصوصيه يعني النبي خصه دون سائر الامه بسقوط ما عليه من كفاره بالرغم انه جامع عامدا متعمدا عالما في التحريم في نهار رمضان. قال له خلاص معلش حاجه. يبقى ده خصه النبي دي خصوصيه. ففي هذا الحديث ثلاثه اجوبه والاجابه الاخيره انا اميل اليها والله اعلم. قول مسكينا في حذف او مع ما عطفت كما اشار اليه الشارح بقول او فقيرا مسكينا او فقيرا لان احنا قلنا مسكينا لو قال مسكين بس وسكت يدخل مع الفقير ولو فقير بس وسكت يدخل مع المسكين. يبقى ايه؟ اذا اجتمع افترق واذا افترق اجتمع. ويحتمل ان المراد بالمسكين ما يشمل الفقير لانهما ان اجتمعا افترق وان افترق اجتمع اي ان اجتمع في العباره افترق في المعنى وان افترق في العباره اجتمع في المعنى لكل مسكين اي او فقير كما هو مقتضى صميم قبل ذلك. وقول مد وهو رسم وثلث بالبغدادي وهو بتيل نفس قبح مصري كما سيذكره الشارح فيما ياتي. فقلنا في الكفاره 30 قبحا مصريا
بخمس عشرة ملوة مصرية بسبعة أرباع ونصف ربع. المد بالجرام حوالي 700 جرام، يعني خليها كيلو إلا ربع. رايحنا يبقى المد كيلو إلا ربع، والصاع أربعة أمداد. الصاع أربعة أمداد يبقى الصاع يعني ثلاثة كيلو. سهلة، أنت بتطلع نصف صاع في زكاة الفطر، صدقة الفطر، يعني كيلو ونص عن كل ايه من تلزمك نفقته، وكذلك في فدية من صيام او صدقة او نصف للليان المحظور من محظورات الإحرام. فبيطلع نصف صاع لستة مساكين، كل مسكين نصف صاع، يبقى يطلع تسعة كيلو، يدي لكل مسكين من الستة كيلو ونص. سهل؟ فهمت بقى؟ يبقى المد كيلو لربع. سهل. اي مما يبدأ في صدقة الفطر، لو عايز بالتحديد بالضبط 687 ونص جرام. مش احنا يعني ايه بقى؟ لا، ما هو وزنه. احنا بنحدده هنا وزن مش كيلو. هنا الشيخ بيقول حددوا لك كيلو، وانا بحددوا لك وزنه، لان دلوقتي بقينا نجيب من الوزن زماننا ده. تجيب بالوزن ده، تجيب الوزن ده من غالب قوت البلد، من غالب قوت البلد. اذا كان البلد دي قوتها زبيب يبقى تطلعه زبيب، قوتها تام تطلعه تام، في مصر تطلعه فول ممكن، لان قوت البلد انها مصر فول، واخد بالك؟ وهكذا. اي مما يوجد في صدقه الفطر، اي الذي هو غالب قوت بلده من الاقوات السابقه في زكاه الفطر. قول فإن عجز عن الجميع، أي جميع الخصال الثلاثة المذكورة، وقول استقرت الكفارة في ذمته، أي أن حقوق الله تعالى المالية إذا عجز الشخص عنها فإن كانت بسبب منه، يعني بارتكاب نهي، أدي بسبب منه، يعني تحط فوقها كلمة أي بارتكاب نهي، فإن كانت بسبب منه استقرت في ذمته ككفارة الظهار. الظهار ده مش ارتكبه هو ومنهي عن الظهار، يبقى استقر في ذمته كفارة الظهار لو لم ينفصل. طيب والجماع، عالما عامدا بتاع، استقر في ذمته لانه بارتكاب الجماع كده. والقتل واليمين، كل دي عملها وارتكبها، واخد بالك ازاي؟ يبقى ايه؟ ومنهي عنه. وان لم تكن بسبب منه كطلب فعل من الشرع منه، لم تستقر بالذمه، وان لم تكن بسبب منه يعني كطلب فعل من الشرع. الشرع قال له طلع زكاه الفطر وهو مش مستطيع، تبقى لا تستقر بالذمه، فان ارتنى بعد ذلك لا يخرج. واضح؟ لان الشرع هنا طلب منه ان يخرج زكاه الفطر، لكن عندما انتهى رمضان كان فقيرا ليس عنده ما يزيد عن كل يوم، يبقى سقطت عنه زكاه الفطر. في حين ان بعد شهر رمضان بشهر واحد ربنا فتح عليه بقى غني قوي، لم تستقر في ذمته، لان هنا لم يرتكب هو نهى، لكن هو الشرع اللي طلبها، ولما طلبها الشرع منه كان هو عنده عذر عدم القدره، فيبقى لا تستقر في ذمته. فهمت ده؟ انما التنين فعل منهي عنه، فلو لم يستطع يبقى استقر في ذمته لأنه ارتكب من هي عنه. فهمت الفرق بين الاثنين؟ فهمت الفرق؟ وإن لم تكن بسبب منه، تكتب كده مثلا كطلب فعل من الشرع، كطلب فعل من الشرع الشريف، لم تستقر كزكاة الفطر. زكاة الفطر اللي طلبها الشرع ولا اللي فعلها المسلم؟ طلبها الشرع، لما تستقر. فإن قيل لو استقرت الكفارة في ذمته لأمر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل في الحديث السابق بإخراجها عند القدرة، بناء على أن إعطاءه صلى الله عليه وسلم للتمر على وجه الصدقة مع بقاء الكفارة في ذمته كما هو أحد الاحتمالين السابقين، أجيب بأن تأخير البيان لوقت الحاجة جائز، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم قد أخر بيان وجوب إخراجها عليه بعد القدرة مع استقرارها في ذمته لوقت الحاجة وهو وقت القدرة، فإن قدر على خصلة فعلها كما لو كان قادرا عليها ابتداء، وإن قدر على أكثر من خصلة رتب لأنها استقرت في ذمته مرتبة.
ونقعد هنا لان ده موضوع جديد بعد كده، اللي هو من مات عليه الصيام يعمل ايه؟ اهله يعملوا فيه ايه؟ يدفنوه ولا ما يدفنوه؟ ولا يبيعوه في السوق ولا يعملوا فيه ايه؟ ولا ما يصلوش عليه ولا يعملوا فيه ايه؟ ده بقى المرض ده ان شاء الله. اللي فات واضح؟ اللي فات واضح ان شاء الله مش كده؟ طيب. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله. سبحانك اللهم وبحمدك. طولنا عليكم معلش شويه قلنا نخلص بس الدرس.